منا ومنكم الصيام والقيام. رمضان مبارك إن شاء الله أيها المحسنون. يا أهل البر والإحسان، يا أهل البذل والعطاء، ونحن في شهر العطاء، شهر الزكوات، شهر الخيرات والبركات. إنه أفضل شهر في السنة، فضله الله على سائر الشهور، وفيه ليلة خير من 1000 شهر. أيها المحسنون، يا من تزكون، يا من تريدون التجارة مع الله تعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والله هو الرزاق هو الكريم. يضاعف في هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك، يضاعف الحسنات، يضاعف الحسنات. فها هو المسجد يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى فراش. فمن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، من يتاجر مع الله في هذا الشهر الكريم، شهر الخيرات والبركات، شهر تتضاعف فيه الأعمال، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، شهر بدأ بالرحمة وتوسط بالمغفرة وانتهى بالعتق من النيران. يا أهل البر، يا أهل البر والإحسان، يا من تزكون في هذا الشهر، نموا زكاتكم وأكثروا من أموالكم بالتجارة مع الله سبحانه وتعالى. ها هي الأيام تسير وتتسارع، ها هي الأيام تجري، وهذا بيت من بيوت الله، بيت يحتاج إلى الفراش. تصور أنك كم مصلي يصلي هنا، فكل مصل وفي كل مكان تكون لك الحسنات. لو أخذناها حسابيا، كم مصلي في هذا المسجد يفوت، ممكن يصل إلى 1000 مصلي هنا، 1000 مصلي. وفراشك في المسجد، فألف مصلي. لو أخذنا على كل مصلي حسنة، 1000 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، 1000 في 10 10,000 حسنة. هكذا هو جزاء الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه وتعالى. ها هو المسجد يناشدكم الله تعالى ويطلب منكم الفراش. إن حسبتموها بالمصلين أو بالمساحة فكلها حسنات تتضاعف، حسنات يجدها المرء في ذلك اليوم العصيب.
ذلك اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر المرء من أهله، عليكم السلام. فالمسجد يسألكم الفراش. هذا المسجد مسجد الحاج بن داود الميثا رحمه الله وطيب ثراه في حي الدائرة قرب مقر دائرة مسعد وقرب متوسطة الشهيد هاني بن الهادي رحمه الله حي الشعبة. أيام فهي أيام الزكاة أيها المحسنون يا رجال الأعمال، فالتجارة مع الله سبحانه وتعالى أعظم تجارة، أن تتاجر مع الله. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يقدموا أموالهم، فجاء عمر بنصف ماله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ فقال له: تركت لهم نصف مالي. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لها من المحسنين؟ من لها من المحسنين؟ بادروا، أسرعوا، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. فالله الله في بيت الله، من بنى لله بيتا بنى الله له مسجدا، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، أيها المحسنون عبر وطننا العزيز أينما كنتم، أينما كنتم، نعم، ها هو المسجد ها هو المسجد يحتاج إلى فراش. وأي فراش، وأي تجارة، وأي تجارة، تجارة مع الله، مع الله، تجارة مع الله، تجارة مع الله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأي إخلاف لله يخلفه لك الله مضاعفا وأضعافا مضاعفة. اللهم أعط لكل منفق، اللهم أعط لكل منفق واخلفه في ماله ورزقه. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين. نعم، ادعوه عند كل مسجد. بارك الله فيك. مسجد حجر ميثا بن داود بحي الدائرة مسعد
أي الشعب ينتظر منكم أيها المحسنون يا أهل البر والعطاء، يا أهل البذل والعطاء في شهر العطاء وشهر الخيرات والبركات، يسألكم الفراش. اتصلوا بنا جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.